السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي علاء شاذلي ومن محافظة أسوان، وألقي لكم قصيدة بعنوان رمضان. نشتاق إليك من عام إلى عام، كأجمل الشهور وأجمل الأيام. نتقرب لله أكثر فيك بالطاعات والصيام، ونزور الأهل ونصل الأرحام. نراك تزين السماء كالبدر، ونتعلم منك الصبر وانتظار ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، وتسلسل بإذن الله الشياطين والجان. من أدركك ولم يغفر له بالتأكيد مدام، الحسنات فيك تتضاعف في الميزان. ندعوك يا الله أن تدخلنا الجنة من بابه الريان.